أهلا بكم أيها الرائعون في الحلقة الماضية من حلقات القواعد السرية لقانون الجذب. كشفنا عن القاعدة الأولى والتي تقول لا تطرح السؤال كيف ومتى بخصوص تحقق الأهداف التي رسمتها في حياتك. في هذه الحلقة سوف نكشف عن السر الثاني من القواعد السرية الخمسة لقانون الجذب، فمرحبا بكم مرة أخرى. السر الثاني بعنوان ممارسة الوعي، أنت تظهر فقط ما تليه انتباهك، لذا ابدأ في ممارسة وعي ذاتي أفضل للتأكد من أن أفكارك توجه طاقتك إلى حيث تريدها. انتبه قليلا للأشياء التي تجعلك غير سعيد أو مخاوفك، بدلا من ذلك ركز انتباهك على ما تريد فعلا. إذا استطعت أن تصبح أكثر وعيا بالذات فستتمكن من التعرف على الأفكار والمشاعر المفيدة والأفكار والمشاعر غير المفيدة. من هناك يمكنك البدء في تحديد ما يجب الانتباه إليه وما الذي سيساعدك عند إظهار حياة أحلامك وأهدافك طبعا التي تريد. إذن حاول أن تكون على دراية ووعي تام بما تريد، ركز على ما تريد وحاول ألا تفكر أبدا في الأشياء التي لا تريدها في حياتك. إذا وصلت لهذه المرحلة من ممارسة الوعي سوف تنتبه بسهولة وتركز على الأشياء التي تريد بالضبط، وهذا جيد بالنسبة لقانون الجذب. يوسف حسن، أمان الله.